تعد التماسيح من الزواحف كبيرة الحجم التي تقع في قمة الحيوانات المفترسة، وتنتمي التماسيح إلى فصيلة الأركوسورات، إنها مجموعة قديمة من الزواحف. لقد ازدهرت أعداد التماسيح خلال 20 عاماً الماضية، وبينما تعد هجمات التمساح شائعة جداً، فإن هجمات التماسيح على الخيول غير شائعة. إن أردت مشاهدة تلك الهجمات الغريبة، فابق معنا للنهاية. عادة ما يأخذ التمساح شيئاً يمكنه سحبه في الماء. تمسك التماسيح بالفريسة باستخدام فكيها الضخمين، ثم تسحقها وتبتلعها بالكامل. فهي لا تمتلك القدرة على مضغها أو تقطيعها لقطع صغيرة كباقي الحيوانات الأخرى. هاجم الكلب تلك البقرة الضخمة، ولكن قرونها الحادة قد تلقنه درساً قاسياً. فقد قامت تلك البقرة باستخدام أسلحتها الفتاكة في مواجهة تلك الهجمات الشرسة، وقد نجحت في التصدي لها بشكل أذهل الجميع. كلب آخر قد نشأ بينه وبين الحمار شجار قوي، ولكن حجم الحمار قد يكون له الغلبة. فقد استخدم الحمار قدمه الخلفية ونجح في تسديد ركلة قوية قد تجبر الكلب على الفرار والتخلي عن المعركة. في هذا المشهد نجد أفعى ضخمة تهاجم حيوان النيس، ولعلها لا تعرف قوة أشواك النيس. فعندما همت الأفعى لمحاصرة النيس، نجح النيس في التصدي لتلك الهجمات بأشواكه الفتاكة، مما قد يلحق بالأفعى أضراراً بالغة. يعد الكنغر واحداً من الأنواع الكبيرة من الجرابيات الأسترالية، قد اشتهر بأنه يقفز على أرجله الخلفية دون أن يمشي. في هذا المشهد حاول هذا الكلب مهاجمة الكنغر في الماء، ولكن الكلب تفاجأ بوابل من الضربات الفتاكة. لعل هذا الكلب كان يجهل قوة تلك الحيوانات البرية. وعلى ما يبدو أن كلا الحيوانين كان قادراً على السباحة بشكل جيد، ولكن حجم حيوان الكنغر وقوة ركلاته كانت لها الغلبة بالطبع. اليوبارد إنه عضو كبير من أسرة كبار القطط، يرجع موطنه الأصلي إلى آسيا وأفريقيا والأمريكيتين. إنه حيوان قوي بعيد المنال، والذي يتكيف بشكل جيد مع مجموعة متنوعة من الموائل في جميع أنحاء العالم. في هذا المشهد اقترب اليوبارد من حيوان النيس ظناً منه أنه فريسة سهلة المنال، ولكن النيس تصدى له بأشواكه الفتاكة، مما عرض اليوبارد لأضرار بالغة. ويغطيه من الخارج مجموعة متنوعة من الأشواك الحادة التي تشكل حماية له من الافتراس أو الصيد السهل، إذ يستخدمها النيس عند شعوره بالتهديد والتعرض له، مما يؤدي إلى التصاقها ودخولها بجسد الحيوان الآخر لصعوبة نزعها، فتنمو مكانها أشواك أخرى جديدة. ومن الجدير بالذكر أن هناك ما يزيد عن 20 صنفاً من هذا الحيوان، يبلغ متوسط عمره ما بين 5 إلى 7 أعوام. السنجاب مقابل الأفعى. تصنف السناجب من ضمن القوارض الصغيرة أو متوسطة الحجم، ومواطنها الأصلية هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوراسيا وأفريقيا. لديها أسنان قوية تسمى بالقواطع، توجد في مقدمة الفم، تستخدمها لقرض وقطع الطعام. تنمو بشكل مستمر طوال حياتها، كما يوجد أسنان داخل الفم خلف الخد لطحن الطعام وتخزينه. والسناجب لديها قوة فائقة في مواجهة الأفاعي والمفترسات الأخرى، وقد تدخل معها في معارك طاحنة، وفي أغلبها قد يكون الفوز حليفاً لها. الحصان مقابل التمساح. تعد الخيول من الحيوانات العاشبة التي تتميز بجسم عضلي وجذع متين وعنق طويل وتخين ورأس كبير ممدود وأسنان مخصصة للرعي، بالإضافة إلى الذيل الطويل والأرجل الطويلة والنحيلة التي تنتهي بحوافر بيضاوية الشكل. كما يغطي جسمها شعر قصير، وفي هذا المقطع اقترب هذا التمساح من مناطق نفوذ الخيول، لا أحد يدري سبب ذلك. ولكن ما قام به الحصان شيء أذهل الجميع، فقد هاجم التمساح بكل شراسة، وعلى ما أعتقد أنه كان يحاول إبعاده عن مناطق تواجده، ودارت بينهما معركة طاحنة.